السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله أشارك معكم هذا الفيديو هذا ديال هذا الطوب هذا اللي كما كتشوفوا الطوب هذا اللي متقب تيكون ديال البني كيشيط عندنا في المنزل ديالنا أو في المزرعة، كنكونوا ديجا بانيين به شي حاجة وكنضرو كيشيط عندك. هذا كنردو أنا كنردو محابقة، هادوك التقابي اللي كيكونوا الفوقانيين كنجي من التحت كنتقبو شي شوية باش الماء يخرج وكنجيبوه في الجردة في الجناب ديال الجردة. هانتوما كما كتشاهدو تنقادوه، اللي عندو شي بلاصة في الجردة وبغا يقادو راه مزيان وماشي مكلف. هذا ولا شاط عندك بلا ما تلوحو راه دير به محابق وتعطي واحد المنظر جميل، اما الا صبغتيه ولا الا صبغتيه ولا جيرتيه كيعطي واحد المنظر اللي زوين بزاف بلا ما تكلف راسك وتشري المحبق المهم حاجه اللي شنقول لك حاجه باينه. ها نتوما انا عندي هاد الزعتر غنقوم ان شاء الله بالزراعه ديال هاد الزعتر هذا في هاد الطوب اللي هو متقب كيكون فيه ثلاثه ديال الثقبات. نتوما كما كتشاهدوا حتى هو كيكون غارق، انا زرعته فوق التربه علاش باش الجذر ديال سميتو ديال هاد الغرس ديال الاعشاب تيكون كبير باش يلقى فين يتلقى. التربه غيشد فيها مزيان. هانتوما كما كتشاهدوا عمليه سهله في عالم رشيد والزراعه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتابوناو عندي في لاشين ديالي وتبركوا على الجرس، واللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا والف مرحبا. حاجه بسيطه في المنزل ديالك او الحديقه ديالك او امام المنزل ديالك وبغيتي تدور هاد دير هاد لي بلونت على شكل ياجور هذا ديال البني، يمكن لك ديرو تطور به امام المنزل ديالك ودير فيه بلونت على حسب الديكور اللي بغيتي. وهذه فكره طاحت لي في بالي، قلت علاش ما نستغلش هاد الياجور هذا اللي بقى ديما ملاوح، اللهم نستغلوه. ونتمنى من المشاهدين اللي عنده شي ياجور ولا ياجور متقب هذا البيض هو اللي كيصلح للغرس. هانتوما انا راه زارع فيه اليازير، زارع فيه الفليوي، زارع فيه الشيبة، زوين كيعطي واحد المنظر جميل كثير شي لصبغتي او لجيرتي بالبيض كيعطي منظر زوين بزاف. مازال ان شاء الله غنجيرو بالبيض وغيعطي واحد لوغو زوين. هانتوما هذه المانتا، هانتوما كما كتشاهدوا مانتا حتى هي غنزرعها تمايا. وسبحان الله هاد الغرس هذا مع الطوب مع الحجر تيعطي بحال تيعاود يحيا من جديد، بحالو بحال الفخار. وكل ما عطيتيه الماء كل ما كيقصح حيت هادي السيمة. هانتوما عملية سهلة في عالم رشيد والزراعة. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا وخليكم تستمتعوا بهاد المناظر الخلابة وهاد الحبوقة هادو اللي ولاو.